هل هاني حتحوت رفض قبل كده استضافة شخص معين؟ آه. مين؟ مش فاكر، بس حصلت كتير لأسباب كتيرة يعني. بس كل مرة من الكتير. يعني في يعني في مثلا شخص اعتاد ان هو يتجاوز في حقي، وفي وقت من الاوقات كان يعني كان هو ممنوع من انه يظهر، او مش ممنوع من انه يظهر يعني، ما كانش فيه مساحه انه يظهر يتكلم، الا المساحه اللي انا بقدم فيها البرنامج. فهو طلب انه يدخل، انه يبقى ضيف عندي في البرنامج، فانا قلت لا، لانه في الاخر برضو احنا انا بني ادم يعني. اولا انا مش محتاجه، مش هيضيف حاجه للبرنامج اعلاميا. ثانيا يعني لازم الواحد يبقى عنده شويه احساس يعني. انت بتشتمني طول عمرك، فدلوقتي انت عايز تظهر من خلالي لمجرد ان انت انا 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 فير، وده ممكن يبقى على فكره يعني مش صح ان انا اقوله، بس ده اللي حصل. فانا مثلا دي حاجه رفضتها بكل هدوء يعني، قلت للي قال لي انه مش هينفع. بس دي حاجه انا فاكر. لا مش هقدر، مش هينفع، لانه ده يبقى خناقه، وهي انا ما فيش اي حساسيات يعني.